نروح لنادي الزمالك اللي بيستعد هو كمان انه يلاعب ام بي بكره في استاد القاهره ضمن مؤجلات الجوله الثانيه والعشرون الثانيه والعشرون من مواجهات الدوري المصري الممتاز جوزيه جوميز عمل جلسه مطوله مع اللاعبين بتتكلم ان هو طبعا وجه التحيه في بدايه الميتنج مع اللعيبه على الجهد المبذول في الماتشات الاخيره والاداء الرجولي من الناشئين واشاد المدرب كمان ببعض اللعيبه خصوصا في حته الروح يعني عجبه قوي الروح اللي اللعيبه ظهرت عليها واتكلمت مع حضراتكم على مصطفى شلبي وعلى دونجا وعلى ناصر وعلى اللعيبه كتير جدا رغم ضغط الماتشات ولكن الراجل طلب منهم نستمر على نفس الطريقه والنهج في الفترة اللي جاية كمان في الساعات اللي فاتت كان في جلسة مهمة ما بين جوميز وما بين شيكا اتكلم المدرب مع الاباتشي والاسطوره والساحر شيكابالا واطمن على جاهزيته للماتشات اللي جايه ونقل له تعليماته الفنيه خصوصا بعض المهام الخططيه والفنيه المطلوب تنفيذها الفتره المقبله وده ان دل على شيء فهو مؤشر او انديكيتر ان شيكابالا ان شاء الله يكون في تشكيل الزمالك في الماتشات اللي جايه وحريك بتشوف وبتتفرج اول بس ما شيكابالا بيقف على الخط ايه اللي بيحصل يعني من شيكابالا هروح لنبيل عماد دونجا دونجا قبل ما اطلع هوا هنا في البرنامج كان ليا حديث معاه طمنت عليه دونجا دلوقتي في في اللحظات اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي دونجا في المستشفى بيعمل اشعه بيعمل اشعه عشان عايز يطمن على الاصابه هو الراجل في الحياة طمني قال لي هي ان شاء الله بسيطه الموضوع مش هياخد وقت طويل ولكن كعاده الجهاز الطبي في نادي الزمالك والدكتور محمد اسامه ان هو بيحب يبقى فيه بروف او يبقى فيه اثباتات وفحوصات بشكل كبير فالراجل مستني نتيجه الاشعه والفحوصات اللي عملها عشان يقدر يحدد البرنامج العلاجي بتاعه ولكن دونجا بيطمنا واتكلم معايا قبل الهوا وقال لي ان هي ان شاء الله بسيطه هو بس مستني نتيجه الفحوصات اللي بيعملها الف مليون سلام عليك يا دونجا دايما بحب اقول له في كده بيني انا ودونجا الساحه دي بتاعتي ودونجا اللي مالكها واحد من اهم اللعيبه اللي بتلعب بوكس تو بوكس في الدوري المصري راجل بيلعب بروح كبيره جدا بيادي بيقاتل علشان او بيقاتل عشان نادي الزمالك رجع تاني المستوى المعهود بنتمناله كل السلامة هو وكل رجالتنا